عملنا قبل كده الحلبة المحوجة بطريقة طريقتها الأصلية، دلوقتي هنعملها بطريقة الاندماج. سبق عملنا الأول خالص طريقة اللي هي اللي أنا كنت مكتشفاها، وعملتها بطريقة السحلب، الطريقة الأصلية اللي أنا عملتها المرة اللي فاتت اللي كانت بالسمنة البلدي وبالمية بس. أما الطريقة دي بقى طريقة الاندماج بقى بين الطريقتين الأولين اللي أنا عملتهم، يعني بنحمص الحلبة المحوجة، بنحمصها الأول على النار شوية كتير، يعني التحميص كده على نار هادية وتقليب مستمر لحد ما تتحمص قوي، وبعد كده ننزل عليها باللبن. اللبن طبعا سواء مغلي سخن أو مغلي بارد وفي التلاجة عادي. طبعا كان في التلاجة بوريكو في قشطة، طبعا القشطة بتبقى جميلة بتديله طعم حلو قوي للمشروب بتاعنا وباللبن، وبتبقى مفيدة قوي. يعني القشطة مفيدة قوي يا جماعة، يعني اللي بيشتلوا القشطة مش حلوة، يعني مش صحي اللي انت تشتري القشطة، ممكن تقللها بس ما تشتريهاش كلها لانها مفيدة للجسم وفيها فيتامين د وكده. طبعا لحد دلوقتي مفيش اي اضافات غير الحلبة المحوجة، حمصناها كويس على النار وهي بتكون شاريينها جاهزة بالسمسم والمكسرات اللي فيها، وبيبقى الحلبة المحوجة فيها سنة نشا، النشا بقى بتخليها تترسب تحت وتعمل كتل كده تتكتل زي المهلبية، فلازم تقليب مستمر فيها. طبعا لونها جميل قوي ومفيدة جدا بقى باللبن، قيمة غذائية كبيرة، والحلبة وزي ما قلنا قبل كده بتنقي الجسم من السموم ومفيدة للأنيميا خصوصا للأطفال، حلوة قوي وللكبار كمان يعني، ومشروب جميل قوي في الشتاء وبيدفي ومفيد ومغذي. لحد دلوقتي المشروب خفيف وكل حاجة وما فيش فيه اي دسم ولا اي حاجة وسهل. حمصنا الحلبة الاول عادي، الحلبة المحوجة اللي احنا شاريينها البودرة حمصناها شوية على النار كتير، يجي 5 دقايق كده على نار هادية. حتى انتوا شفتوا الاول اللون بدأ يبقى فيه سنة لون ذهبي كده من اصفر لذهبي، وانتوا شايفين بدأت تغلي زي ما انا بوريكم كده على النار، ولازم نقلبها على طول التقليب المستمر فيها لانها ممكن تتكتل تحت وتتحرق مننا. فلازم نراقبها على طول وما نغطيش والحلة اللي احنا بنعمل فيها الحلبة المحوجة الا اذا هنغطيها وناخد بالنا. طبعا هي طولت معايا على النار لان انا كنت مولعة العين الصغيرة بتاعت البوتاجاز فبقت وسيبها مكشوفة عشان ما تفرش، فبقت اخدت وقت، وبعدين احسن لما تاخد وقت احسن ما تتحرق مننا وتغلي بسرعة. فانا حبيت بقى بعد ما مدة طويلة حبيت اغطي بس كده عشان اسرع في الغليان بتاعها، فبدأت زي ما انتوا شايفين تبدأ تغلي البخار، بس بقيت ابص على طول كل شوية اكشف الغطا وابص، لان اول ما تبدأ تغلي كده زي ما انتوا شايفين ناخدها على طول بقى من على النار ونصبها في الكوبايات بتاعتنا. طبعا لها طريقتين بقى، احنا ممكن هنا نعمل طريقتين في التزيين بتاعها، ممكن سمسم اللي احنا كنا محمصينه ومحمرينه في الطريقة اللي هي الاصلية، وكوباية تانية ممكن نضيف عليها نص معلقة سمنة صغيرة بالشكل ده، يبقى عندنا كوباية جميلة بالسمنة البلدي على نص معلقة صغيرة، برضو يعني مش هنكتر السمنة، نص معلقة بس صغيرة، نكهة السمنة البلدي تبقى فيها جميلة، والكوباية التانية عليها سمسم متحمص جميل، والسكر طبعا احنا بنظبط السكر زي ما نحب. وقلنا الكوباية من دول لها معلقة حلبة مطحونة او حلبة من المحوجة صغيرة، او المعلقة في معلقة وسط بتبقى بين اللي هي صغيرة بتاعت الشاي